السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله سوف نقوم بإتمام التمرين 13 صفحة 95 من الكتاب المدرسي المحيط في الرياضيات. إذن إتمام التمرين 10 لدينا هنا، لاحظوا معي في المعادلة أو المتراجعة، عفوا المتراجعة 8 والمتراجعة 9 والمتراجعة 10 كما ترون في الصورة. لدينا هنا 4 عامل إكس زائد 3 ناقص 2 عامل إكس زائد 1 أكبر يساوي 2 إكس زائد 10. إذا الحل سيكون إن شاء الله كالآتي. لدينا كما قرأت آنفا، ها هي المتراجحة، سنقوم بالنشر. سنقوم بالنشر. 4 عامل إكس هي 4 إكس، 4 عامل زائد 3 هي زائد 12، ناقص 2 عامل إكس هي ناقص 2 إكس، ناقص 2 عامل زائد 1 يساوي ناقص 2، أكبر يساوي 2 إكس زائد 10. أي هنا سأجمع، سأقوم بجمع ماذا؟ بجمع العددين 4 إكس وناقص 2 إكس. إذا 4 إكس ناقص 2 إكس يساوي 2 إكس، و 12 ناقص 2 يساوي 10. أي بعد ذلك سأقوم بنقل وبترحيل 2x إلى صديقتها 2x، وسأقوم بنقل زائد 10 عدد حقيقي إلى صديقتها 10 التي هي عدد حقيقي كذلك. ستعطينا ماذا؟ 2x ناقص 2x يساوي 0، و10 ناقص 10 يساوي 0. لدينا 0 أكبر من يساوي 0، فهي كتابة صحيحة. وإذا كانت الكتابة صحيحة فهذا يعني أن حل المتراجعة هي المجموعة R كلها، كما تلاحظون في المحور الحل هو المستقيم كله، يعني بما فيه الصفر إلى ما لا نهاية، والصفر إلى ما نهاية اليسار، وإلى ما لا نهاية على اليمين. تاسعا لدينا 2 على 7 x زائد 1 على 3 أكبر قطعا من x ناقص 1 على 8. هذه المتراجعه يمكن حلها وذلك بترحيل اكس الى اكس وترحيل العدد الحقيقي 1 على 3 الى ناقص 1 على 8. ولكن قلت يعني من الاحسن يعني حتى يتمرن التلاميذ على توحيد المقام، سنقوم بتوحيد المقام، لان العمليه ستكون بالنسبه للعمليات التي تحتوي على مقامات، فنوحد المقام افضل، رغم أن هذه الطريقة طويلة وفيها شيء من الصعوبة، لكنها هي الطريقة التي يعني ستعطي نفس للتلميذ في الرياضيات حتى يتعلم كيف يوحد المقام. إذن فلدينا مقام موحد هو 7 في 3 في 8، لأن لإيجاد مضاعف هذه الأعداد الثلاث سأقوم بضرب كل واحد في الآخر. 7 في 3 في 8، هنا 7 سأضربها في 3 و 8 كذلك 2، فبسطوا 7، بسطوا يعني البسط، بسط 7 هو 2 سأضربه في 3 و 8، و 3 في 8 يساوي 24 كما تلاحظون هنا، سأضرب 2 x في 24 زائد 1 في 56. لماذا؟ لأن 3 ضربتها في 7 و 8، و 7 في 8 يساوي 56، فضربت 1 في 56. ثم المقام الذي لدينا الذي وحدناه هو 7 في 3 في 8 هي 168 كما تلاحظون هنا، 168 في المقامين. ثم بعد ذلك انتقلت إلى يمين الرمز أكبر، فلدي x ناقص 1 على 8، فx لديها المقام هو 1، فضربت 1 في 168، وكذلك x سأضربه في 168، و 8 ضربتها في 3 و 4 و 7 عفوا 8 ضربتها في 3 و 7، وكذلك 1 سأضربه في 3 و 7، و 3 في 7 يساوي 21 كما تلاحظون هنا. لاحظ معي قد كتبت يعني بالأعداد التي سوف أضرب بها في البسط هنا، كل واحدة على حدة. ثم بعد ذلك سأتخلص من المقام، لهذا قمت بتوحيد المقام حتى أتخلص منه وتكون لدينا متراجحة كما تلاحظون هنا، عبارة عن حدين هنا وعبارة عن حدين هنا.
ثم سنقول 168 إلى يسار الرمز أكبر، و56 سنقولها إلى يمين الرمز، لأن يعني في انتقال ستتغير إشارة من طبيعة الحال. 168 إكس ستصبح ناقص 168 إكس، وزائد 56 ستصبح ناقص 56، أي 48 ناقص 168 هي ناقص 120 إكس، ثم ناقص 21 ناقص 56 يساوي ناقص 77. أوكي، إذن ستعطينا إكس أصغر قطعا من 121. لماذا؟ هنا قلب الرمز، لأن العدد من ناقص أن العدد المرتبط بإكس سالب، وقلنا حينما نقسم أو نضرب في عدد سالب نقلب الرمز، نقلب الرمز، وهذا ما قرأناه في التأطير. ومنه ستروح أو ستذهب هنا إكس ناقص مع ناقص فتبقى لنا 77 على 120، وسيكون حل المترجحة هو هي الأعداد الأصغر قطعا من 77 على 121، كما تلاحظون في هنا في المحور عندنا 77 على 120 حتى لا نهاية. ثم بعد ذلك سنقوم بحل المترجحة العاشرة. لدينا المترجحة العاشرة، لدينا طبيعة الحال النشر، لدينا النشر. إذا ناقص 2 في جذر مربع 18 زائد ناقص في ناقص تعطي زائد 2 في إكس أكبر مساوي ناقص جذر 8، أي 2 إكس سأرحل هذا العدد نحو صاحبه على اليمين، ناقص جذر مربع 8 زائد 2 جذر مربع 18، أي هنا عندي 8 تصبح على شكل مربع كامل في 2 4 في 2، و 18 ستصبح 9 في 2، لأن 9 مربع كامل و 4 مربع كامل. لذلك قمت بحله، ردته فاكتور 9 فاكتور 2، هنا 4 فاكتور 2 4 فاكتور 2. أبخي 2x supérieur ou égal à moins 2 racine carrée de 2 parce que la racine carrée de 4 est égale à 2 et la racine carrée de 9 est égale à 3. Et donc 2 fois 3 racine carrée de 2. Et 2x supérieur ou égal à moins 2 racine carrée de 2 plus 2 fois 3 est égal à 6. 6 racine carrée de 2. Maintenant moins 2 racine de 2 plus 6 racine carrée de 2 égale à 4 racine carrée de 2. Donc 2x supérieur ou égal à 4 racine carrée de 2, c'est-à-dire que x est supérieur ou égal à 4 racine carrée de 2 sur 2, parce que j'ai le facteur, il devient division. وبالتالي x أكبر من أو تساوي 2 جذر مربع 2، ومنه حل المترجح هي الأعداد الأكبر من أو تساوي 2 جذر 2، والحل سيبدأ من 2 جذر 2 إلى ما لا نهاية. وهكذا إن شاء الله تعالى تابعونا على القناة، وسيكون المزيد إن شاء الله تعالى من التمارين والدروس بحول الله، وحاولوا أن تنشروا الموقع حتى يستفيد جميع التلاميذ والتلميذات عفاكم، انشروا حتى تعم الفائدة ويعم الأجر للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.